آخر النهار. آخر النهار. رجعنا لكم في آخر النهار، مازلنا مواصلين معاكم الخمسة وربع هذا توقيتنا، وهذه ساعتنا الأولانية من آخر النهار. نسلم على الناس اللي التحقت بينا في الاستماع، طريق السلامة للجميع، للناس اللي فاتتكم الأخبار أو التصريحات أو الضيوف متاع نهير كامل، تلقوها تتسويت في الركاب دو جور. الركاب دو جور. عسلامة. ركاب لليوم نبداوها بتصريح للقيادي في حركة الشعب هيكل المكي، اللي أكد خلال حضوره اليوم في برنامج ميديمات أن التلفزة الوطنية أغلقت الأبواب على الأحزاب، معتبرا أن هذا القرار يتنافى مع مسار 25 جويلية، ونبه من خطورة هذا التمشي، معتبرا أنه يتنافى وأبسط مقاومات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيين والتونسيات، وأنه قرار سياسي اتخذ من طرف السلطة الحاكمة داعيا إياها للتراجع عنه. وأضاف المكي أن وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء هي خطوة غير كافية، ولكنها مهمة في المطالبة باستقلالية القضاء، وأنه لا بد من رؤى تشاركية لإصلاح المرفق القضائي. كما اعتبر أن لقاء الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي برئيس الجمهورية قيس سعيد كان هاما جدا، وأن بناء المرحلة الصعبة لا يكون بالفعل ورد الفعل بل بتضامن وطني حقيقي. وأوضح أن حركة الشعب تساند الاستشارة الوطنية، وهي خطوة إيجابية ستمكن من تشريك أوسع للشعب بكل شرائحه، داعيا إلى تحديد مخرجاتها، معتبرا أن رئيس الدولة سينفتح على الجميع وننتظر منه حوار جدي مع الأحزاب والمنظمات والشباب. كما اعتبر أن 25 جويلية مكسبا ولا يمكن الرجوع إلى الوراء، وأن تحركات 14 جانفي أثبتت فشل المنظومة القديمة وعدم قدرتها على التعبئة. أكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في تصريح البرنامج ميديمات أن وفداً من هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري توجه إلى مستشفى الحبيب وقطفة ببنزرت لمقابلته، سعياً لإيجاد حل ينقذ حياته. وقد قام عادل منفذ بمعاينة منع المحامين من دخول المستشفى من قبل عشرات أعوان الأمن، قاموا بإبلاغهم لاحقاً بأنهم ممنوعون من زيارة زميلهم بقرار من وزير الداخلية. وعن وفاة رضا بوزيان أفاد ديلو أنه لم يقع إبلاغ عائلته بمكان وجوده رغم حيازته لوثائق هويته، موضحا أن حركة النهضة تطالب بفتح تحقيق قضائي جدي في حادثة الوفاة. ذكر موقع صباح نيوز أن النتيجة الأولية لتقرير الطب الشرعي في ملف وفاة النقيب بفرقة حرس المرور ببن عروس محسن العديلي كشفت أن الوفاة ناتجة عن الشنق ولا توجد إصابات أخرى. ونقل موقع الصباح عن الناطقة الرسمية باسم محكمة جرومباليا أن نتيجة التقرير الطبي لم ترد بعد على القضاء، وقد تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي. وقد تعهدت بالأبحاث في القضية الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. دعا مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ رجال الأعمال وأهل البر والخير ممن تفضل الله عليهم بالرزق الحلال الوفير في داخل الجمهورية وخارجها إلى مواصلة البذل والعطاء والمساعدة على إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها. وجاء في بلاغ نشره ديوان الإفتاء بالبلاد التونسية اليوم الخميس: يا من ساهمتم بتنشيط الاقتصاد وساعدتم أثناء الأزمات وما زلتم على العهد كذلك تقدمون الدعم السخي في سبيل نجدة الذين أصيبوا بوباء كورونا بشراء الأجهزة الطبية لمختلف المستشفيات، شكر الله سعيكم وبارك لكم في الصحة والأرزاق، وفي هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فإن وطنكم الذي هو وطن آبائكم وأجدادكم يدعوكم أن تهبوا إلى مواصلة البذل والعطاء إلى حين الخروج من أزمته، وهو واجب أخلاقي وديني. وتابع البلاغ: فالبذل والعطاء من أجل رفاهية شعبكم ليس تضحية ولا فداء ولا خسارة، بل هي تجارة مع الله عز وجل لن تبور، فالانخراط في إنقاذ وطن واجب من أوكد الواجبات، فلا تبخلوا على تونس العزيزة ولا تترددوا في دعمها، وفي التناصح والتكافل والتضامن تكمن مواطن القوة والعزة والكرامة، وبدون ذلك فهو والعياذ بالله السقوط والانهيار ويوم القيامة خزي وعذاب. كانت هذه ريكاب لليوم، قدمت لكم أميمة بن عبيدة. المشوار متواصل مع أسامة وعلي في برنامجكم آخر النهار. ريكاب دو جور. أيوه، شكرا للأميمة بن عبيدة على الجولة في أهم الأخبار وأهم التصريحات. علي طرابلسي، يعني شدنا الأخبار الأخراني هو متاع ديوان الإفتاء اليوم سماحة مفتي الجمهورية، يعني يقول أنه
على التوانسة خاصة خاطر في رجال الأعمال معناتها لهنا على أنهم يعطيوا فلوس للدولة في قرار ضمني ممكن هذا يجينا معناتها من ديوان الإفتاء والوضعية الاقتصادية احنا نعرفوها صعبة لكن ذولي زادت صعبة ممكن أول مرة نشوف ديوان الإفتاء معناتها يطلب في مساعدة الدولة بالطريقة هذه يعني قلت في رسالة ضمنية معناتها تنجم معناتها فيها ديزانديس على أنه الدولة مش في أفضل حالتها ولا خلينا نقوله ممكن في أصعب حالتها اقتصاديا ذاك علاش ممكن اليوم المفتي الجمهوري يخرج بلاغ كما هكاك وفتوى كما هكا معناتها ودعوه خلينا نقول التوانسه باش يعاضوا بلادهم شنو رايك فيها شوف لهنا معناتها بون شنو هي هو مفتي معناتها بليتو معناتها عنده الرؤيه نتاعو كيفاش معناتها باش يخرج بيان كما هكاك لكن ثم انديس خايب برشا معناتها الحقيقه معناتها الدوله التونسيه اليوم يظهر لي اقتصاديا في أسوأ حالاتها إذا نوصلوا معناتها اليوم ديوان الإفتاء يطلب من التوانسة معناتها أنهم يعرضوا الدولة التونسية لإنقاذ تونس وإنقاذ الاقتصاد الوطني دونك راهو إيش معناها معناتها راهو إحنا اليوم في وضعية اقتصادية صعبة وصعبة برشا كما قلت هو إقرار ضمني نجم معناتها تنجم تفسره هكاكا أو إعلان رسمي ممكن لأنه المالية ممكن في تونس أمورها معناتها خلينا نقول خلينا نوصف مليح تعيسة نجم تقول معناتها اقتصاديا نحن في التعاسة مع الأسف على كل في انتظار نشوفوا تفاعلات تاع التوانسة معناتها مع مع ديوان الإفتاء ومع دعوة مفتي الجمهورية كيفاش معناتها تعاون كيفاش وقتاش ولشكون هو طرق متنوعة معناتها أنت باليوم باش تعطي الفلوس للدولة برشا طرق ممكن خلينا نقولوا معناتها البلاغ في توقيته هذايا معناتها خاصة أنه هاني يقول ديزانديس معناتها متاع مهمش باهي متاع أنه تونس راي تعاني اقتصاديا وبش نجم توصل أنت معناتها تشوف أنه يجيك المفتي ويعطي معناتها دعوة كان ينجم طريقة أخرى طريقة مخيرة خطر نعرفوا علي تونس موش جديد عليهم معناتها بش يعاونوا بلادهم ولا يعاونوا بعضهم خاطر نعرفوا لكل مرحلة من تاريخ تونس التونس كانوا واقفين معناتها واخرها في الكوفيد معناتها مجتمع مدني قوي نعرفوا حتى حالات إنسانية علي وانت تعرف التونس ديما يعاونوا معناتها ما كانش فما طريقه اخرى علاش جي مع المفتي معناتها علاش جي مع المفتي الجمهوريه بون جا نقول لك معناتها قبل ممكن تطرح في موضوع نتاع زكاه مره هذه لا معاضده ما عادش معناتها في الموضوع نتاع زكاه ولات معاضده ودعوه لرجال الاعمال معناتها انهم يساندوا الدوله هاني قلت لك مادام وصلنا البلاغ بالطريقه هذه معناتها من عند مفتي الجمهوريه تفهم الاوضاع الاقتصاديه شنو هي في تونس قبل كنت معاضده ممكن تنجم تكون ظرفيه في وقت معين لفض اشكال معين كوفيد ممكن وقتها ثم مشاكل نتاع اكسجين كذا باش نحاولوا معناتها ممكن نقلصوا من حجم نتاع ازمه لكن مره هذه معناتها ازمه يظهر لي تمس كيان تاع الدوله ما عادش فيها معناتها تمس الوطن دونك هذاك علاش ممكن شفنا بلاغ كيما هكاك في انتظار كيما قلت اسامه نشوفوا التوانسه كيفاش باش يتفاعلوا معناتها مع الموضوع مع الموضوع هذا واضح احنا رجعنا معكم شويه اخر وباش نكملوا بطبيعه في اكثر تفاصيل في الفقرات نتاعنا سينوش عنا شويه اخر باش نمشيو للمهاجرين التوانسه المهاجرين غير النظاميين اللي يعيشوا معناتها توا في مراكز نتاع ايقاف في ايطاليا والبارح معناتها في الليل كانت ثم محاولة متاع انتحار جماعية لتوانسة في مركز متاع إيقاف نحكيوا عليهم شوية آخر في لب الموضوع في آخر نهار سينو شوية كورة مثالش نبدلوا جو نعطيكم أول بأول شنو صاير مع الأسف منتخب كوت ديفوار افتتح النتيجة ضد المنتخب الجزائري واحد بلاش لكوت ديفوار في 24 دقيقة لعب فرانكيسي لعب أسي ميلان معناتها هو اللي افتتح النتيجة المنتخب الكوت ديفواري كما قلت كوت ديفوار تقدم على الجزائر في 24 دقيقة لعب واحد دبلش هذا في الشوط الأول في مقابلة المنتخب الجزائري والمنتخب الكوت ديفوار